لنا طبعا بالافتتاح الباهر الحقيقه الجميل ده، متوقعين الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. لان قناه النادي الاهلي تعتبر القناه الرائده في مجال الرياضه، تعتبر اول قناه رياضيه عربيه تقريبا على حسب ما انا اذكر. يعني حكايتي مع البيت الكبير حكايه وقصه طويله امتدت لاكثر من 47 سنه. جيت سنه 73 في اكتوبر التحقت بالنادي الاهلي، وبعد كده درست الجامعة القاهرة كلية الهندسة، واستمرت في النادي الأهلي لاعبا إلى أن اعتزلت في عام 1982 بعد البطولة الأفريقية بتاع كوتوكو، أول بطولة أفريقية أحرزناها. وبعد كده استمريت في بيت الكبير من 82 لحد 2002 مدربا في قطاعات الناشئين المختلفة. وكمان من السنوات اللي أنا بعتبرها سنوات مهمة جدا في حياتي برضو في البيت الكبير، إن أنا دربت في النادي الاهلي مع ألان هاريس من 92 ل 94 95، ومعنا الكابتن شيخ عبد الشافي والكابتن احمد ماهر والكابتن اكرامي وصفا عبد الحليم الله يرحمه. وبعد كده برضو تدرجت في قطاعات الناشئين بعد ما سبت الفريق الاول الى 2002 لما رحت الاتحاد الافريقي. اشتغلت في النادي الاهلي 20 سنه في قطاعات الناشئين المختلفه، وكنت كمان عضو في اللجنه الهندسيه في بيت الكبير كمهندس مع الحقيقه المهندس هشام سعيد و الأستاذ محمد حافظ، المهندس محمد حافظ. قضيت سنوات طويلة في الإدارة الهندسية بجانب عملي كمدرب. رحت الاتحاد الأفريقي 16-17 سنة، ما كنتش بنقطع عن هذا البيت الكبير طوال هذه السنوات الطويلة. كنت بداوم حضوري في النادي الأهلي يوميا ما عدا في السفريات والبطولات الأفريقية. والآن حقيقة عدت البيت الكبير مرة أخرى بعد هذه السنوات الطويلة. كل أركان هذا البيت عشنا فيها حياة وقضينا فيها أيام لا تنسى. قد تكون في حاجات كتير قوي ممكن ننساها، لكن اهم مباراه الاهلي والزمالك 78 لما هي احرزنا الهدف الثالث، وانا يعني بعفويه مطلقه عملت سمر سولد وعملت الحقيقه اول واحد تقريبا يمكن لاعب كره قدم في عصري يعني ان انا اعمل الحاجات اللي هي بيسموها الشقلبازات والحاجات دي. ده من الاهداف المهمه جدا ان انا يعني بعتز بيها الهدف اللي احرزه ظاهر الشيخ. ورحت اعمل اللي هي الـ الكروبات ديت وعملت سمر سولد. بعد كده طبعا اهم لحظات النادي الاهلي لما كسبنا البطوله الافريقيه مع ألان هاريس 94، كانت غايبه عننا 6 سنوات. كانت حقيقه البطوله العربيه برضه في عهد التسعينات برضه اخذناها. دي كلها كانت بطولات مهمه جدا بالنسبه لنا. اللي يعيش في هذه الاسره الكبيره في هذا البيت الكبير هيحس قد ايه انه هذا المكان له قيمه. وده اللي خلاني انا ما ارجعش السودان او اروح السعوديه. انا بقيت في مصر، ممكن اكون من القلائل من المدربين واللاعبين القدامى اللي ما خرجوش خارج هذا النادي من يوم ما جيت في 73، ولا دربت خارج النادي ولا حتى لعبت خارج النادي غير فتره بسيطه جدا. وقررت ان انا استقر في هذا النادي، وتزوجت الحقيقه يعني زوجتي مصريه، فيعني اصبحت البيت الكبير لما كل هذه الاسر، وحتى انا زوجتي ووالدها برضو اعضاء في النادي الاهلي من الستينات. فانا تمام، انا سعيد جدا ان انا عشت في هذا الجو الأسري الكبير في هذا الصرح الكبير الحقيقة النادي الأهلي.